طبعا تم انتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاصطدام طائرتان أثناء عرض جوي في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، وتحطمتا على الأرض دون معلومات حول عدد ومصير الأشخاص الذين كانوا على متنها، وفق ما ذكرته طبعا وسائل إعلام أمريكية. وأظهرت مقاطع فيديو عدة لحظة اصطدام الطائرتين في الجو قبل أن تسقطا على الأرض فورا وتبدأ النيران وبالاشتعال فيهما. كانت إحدى هاتين الطائرتين قاذفة تاريخية مملوكة للقطاع الخاص في الحرب العالمية الثانية وفق وسائل إعلام أجنبية نتابع. Are you serious?